عارضة أزياء يقبض عليها تهرب الإكستاسي. كريستيا بوسلي البالغة 30 عاما يقبض عليها تهرب المخدرات برفقة مرافقها الطيار جالز لابوينت البالغ 61 عاما، حيث ألقي القبض عليهما في مدرج مطار جون وين في مقاطعة أورانج حاملين مالا ومخدر الإكستاسي. وعلى ما يبدو أنهم كانوا قد وصلوا للتو من لاس فيغاس في طيارة لابوينت، وادعت كريستا أنها ربحت المال في ملهى بيلاجيو، إلا أن الكلاب البوليسية عثرت على الحبوب المخبأة في حقيبة لابوينت. نتمنى لك يا كريستا إقامة هنيئة لبعض الوقت في السجن.